ايا كانت انتماءاتك الفوز طعمه حلو، واي حد بيسعد لما فرقته بتكسب، وده حال الزملكاويه ونادي الزمالك. يعني خلينا نقول انه دي من الفترات الجميله اللي بتمر على القلعه البيضاء، ده لاسباب كتير، اولها طبعا ان هو قدر ان هو يحصد كاس السوبر الافريقي، بطولتين بقى، كاس السوبر الافريقي وكاس السوبر المحلي في فتره قريبة جدا من بعض، ده إلى جانب أنه قدر يفوز على النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي في الإمارات، وقدر أنه يكسبه امبارح في الدوري المصري. والإجوال الأداء امبارح صراحة كان مشرف، خلينا نقول أنه الأهداف اللي أحرزها نادي الزمالك كلها أهداف ملعوبة، سواء بداية بقى من زيزو أو الهدف الرائع لمصطفى محمد أو هدف الثالث للناشئ أسامة فيصل، كلها يعني أهداف أجمل من بعض. كنا شايفين إنه زمالك مستواه بيعلى مع يعني مع رتم المباراة، الأهلي كان مستواه إلى حد ما ثابت، فده يمكن اللي رجح كفة الزمالك وحسم اللقاء بثلاث أهداف لهدف. مباراة كانت رائعة، الأجمل من كل ده كمان إنه كانت في روح رياضية، ما شفناش التعصب، ما شفناش الحاجات السلبية اللي ربما كانت بتبقى موجودة في السنوات اللي قبل كده. شفنا مباراة جميلة تليق باسم قطبي الكرة المصرية، ونقول ألف مبروك للزمالك والزملكاوية، وهارد لك للأهلي، وبإذن الله اللي جاي أحلى إن شاء الله. ومباراة جميلة صراحة، أحيي، كانت مباراة حلوة واللي جاي أحلى صح. إن شاء الله. بس قبل ده كله أو بعد ده كله عايزين طبعا نتمنى الشفاء العاجل لكابتن محمد عبد الشافي اللي اتصاب، وطبعا أكيد أكيد يمكن من امبارح السوشيال ميديا كلها بتدعي لكابتن مؤمن زكريا، أيا كان بقى هم بيشجعوا الأهلي بيشجعوا الزمالك، كل جماهير الأهلي وكل جماهير الزمالك بتدعي لكابتن مؤمن زكريا، وأنا بتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل ويرجع تاني يورينا أداء مبهر وقوي في الملاعب. كابتن مؤمن زكريا بنصبح عليه طبعا، وبنقوله إن شاء الله ترجع بالسلامة بإذن الله قريب جدا، وربنا معاك وربنا يقويك، وكلنا بنسنده أكيد، وكل الجماهير سواء أهلوية أو زملكاوية أو أيا كان بيسندوا كابتن مؤمن زكريا على السوشيال ميديا وبيدعوله من امبارح، فإن شاء الله نطمن عليه قريب. طيب عايزين نتكلم في موضوع تاني الحقيقة يمكن بيمسنا إحنا كده إنسانيا ونفسيا وبيفرق معانا، هي يعني جملة من كلمتين لكن بتأثر تأثير كبير جدا، جبر الخواطر. بس كده، عارف لما حد يجبر بخاطرك، لما حد يطمنك، لما حد يفرحك، لما حد يقولك ما تقلقش اطمن أنا موجود، أنا هعمل لك كل اللي يريحك، كل اللي ينقلك لبر الأمان، كل ده يندرج تحت كلمة جبر الخواطر. أكيد كلنا بنتمنى إنه حد يجبر بخاطرنا، إن حد يشوف إيه اللي ناقصنا ويعمله، إن حد على الأقل يضحك في وشنا. يعني عايزة أقول لكم إنه ثواب كبير جدا لما تضحك بس في وش حد، أنت كده جبرت بخاطره. لما تروح تطبطب على حد، أنت كده جبرت بخاطره. لما تساعد حد باللي تقدر عليه أيا كان بقى، يعني في إيدك إيه، حاجة صغيرة حاجة كبيرة، على قد ما تقدر أنت جبرت بخاطره، خد ثواب. فدايما يا جماعة خلونا نجبر بخاطر اللي حوالينا. أكيد ممكن ما يبقاش في إيدينا حاجة كبيرة، بس أيا كان اللي في إيديك تعمله اجبر بخاطر اي حد تعرفه او ما تعرفوش، لان والله بترجع. يعني انت حتى لما تعمل حاجه كويسه في انسان تجبر بخاطره، هتلاقي اللي يجبر بخاطرك، هتلاقي اللي يفرحك، وهتلاقي اللي يطمنك. فما فيش في الدنيا احلى من جبر الخواطر. يعني صدقتي وفعلا لخصتي كل حاجه. يمكن اللي انا بس عايز اضيفه واقول يعني لكلامك يا لميس، انه جبر الخواطر هو اكيد يعني خلق وعمل عظيم جدا. جبر الخواطر ده بيدل على يعني سمو النفس، ان النفس كده بتترفع، بيدل كمان على عظمة القلب، انه قلبك ده بيتحرك تجاه مساعدة الغير، كمان بيدل على رجاحة العقل، ان عقلك ده قرر ان هو يرجح العمل الانساني العمل الخيري على المصلحة الشخصية. وده ملخصه كده انك اي انسان ان هو يجبر بخاطر قلوب مكسورة او خلينا نقول نفوس يعني تعبانة، قلوب مفطورة، أجساد أرهقت، يعني مرضى محتاجين العلاج، كل ده الحقيقة عمل عظيم، إنك أنت تساهم ولو بأي شيء إنك تغير من حال لحال.